الإيراني في بيروت غضنفر ركن بادي اتهم الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء التفجير الإرهابي في بيروت. ركن بادي أكد أن مثل هذه الأفعال ستلقي إيران أكثر قوة وتثبت أحقية مواقفها، وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا في طاقم البعثة داخل مبنى السفارة وأنهم بصحة جيدة، لكنه أشار إلى استشهاد المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية الشيخ إبراهيم أنصاري إثر إصابته بجروح بليغة. وأضاف ركن أبادي أن إصابة الشيخ أنصاري جاءت خلال مروره من أمام مبنى السفارة عند وقوع الانفجار. اليوم شهدت محيط السفارة الإيرانية تفجير إرهابي، ما هي الرسالة اللي عم بيوصلوها عبر السفارة الإيرانية، وخاصة أنه نحن عم نشهد عدد تفجيرات بالضاحية الجنوبية، مين بتتهمه بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية يخدم الأهداف الإسرائيلية، وكل من يقوم بمثل هذه العمليات يعرف ولا يعرف يخدم إسرائيل ويخدم تحقيق أهداف إسرائيل. ومنطلقا من هذا الأمر، القيام بمثل هذا الأمر يعطينا قوة أكثر وأكثر وباستمرار على هذا النهج والسير على هذا النهج، وبإثبات أحقية مواقفنا ومبادئنا في تحقيق العدالة وإحقاق حقوق جميع المظلومين والمستضعفين. أكيد هناك عدد من حراس السفارة الذين استشهدوا وعدد منهم جرحوا، والتحقيقات مستمرة الآن، هو الآخر الإحصائيات بالنسبة ل. ما هو ردكم على هذا العمل الإرهابي؟ نحن نعلن بأن هذا الشيء يعطينا قوة ودفع أكثر وأكثر للسير على هذا النهج بقوة أكثر وبصلابة أكثر، وبأن هذا النهج صحيح، لأنهم في الحقيقة خسروا كثيرا اللي وصلوا لهذه النقطة الذي يتخذون القرار بالقيام بعمليات تفجيرية والإرهابية بعيدا عن كل المنطقة والاستدلال. إذا لديكم منطق والاستدلال والحجة فتفضلوا، وإلا هذا خير دليل على أنهم خسروا كثيرا من مشروع المقاومة في لبنان وجبهة المقاومة في لبنان والمبادئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن هذا نهجنا ونحن اتخذنا قرارنا ونحن كلنا جاهزون للاستشهاد في هذا الطريق، وهذا فخر لنا جميعا. شكرا.